احنا دلوقتي في اسبوع مهرجان حكاوي الجاز، فانا وفرقة جليساندو احنا الاثنين من ضمن الباندات والمطربين اللي بيتعاونوا في مهرجان الجاز. الوركشوب كانت اول امبارح، عملنا فيها موسيقى كتير مختلفه، حاولنا ان احنا ندمج المزيكا بتاعتهم مع المزيكا بتاعتنا وندمج الغربي بالشرقي. وامبارح كانت الحفله، وفي اخر الحفله عرضنا الناتج بتاع الورشه بتاعتنا، والحمد لله كانت حفله جميله يعني. الحمد لله احنا دلوقتي شغالين، انا شغاله على سنجل دلوقتي، وفي اكتر من اغنيه تانية بشوف الكلمات بتاعتهم وكده، فان شاء الله يعني في خلال الفتره اللي جايه باذن الله يبقى في حاجه جديده ان شاء الله. الحفلات انا عندي حفله في مكتبه اسكندريه يوم 12 ابريل، وعندي حفله هنا في قاعه ايورت يوم 17 ابريل ان شاء الله. لحد دلوقتي لا طبعا، احب ان انا اكرر التجربه دي تاني، بس لحد دلوقتي لا لسه ما اشتركتش في حاجه. حابه اشكرهم طبعا ان هم جم جدا، واتمنى ان الحفله تعجبهم وان الاغاني بتاعتي تعجبهم، خصوصا وانا يعني عامله شكل مختلف من الاغاني، مش اللي بقدمه دايما في كل حفله، عامله اغاني اكتر بتوزيعاتنا احنا اكتر. وطبعا اللي هيحصل بقى في الاخر مع باند جليساندو، اكيد حابه الناس تتبسط بيه، واتمنى ان احنا طبعا نكررها تاني لان احنا اتبسطنا جدا في شغلنا مع بعض.